شرافي ويقول لي عندك موعد معايا. لا حبيبي انا قال لي قصاص طيب شعب تعمل تحت شرافي، انا الكل تجي نشرف عليكم راه، وخلي واحد فيكم يقول لي ما تدخلش والله عندك موعد باهي. وخصوصا الزوالي هاي ثم واحد مقدم لي سيفي بالفرنسي، كتجيك امي ولا جدتي باش تتكلمها انت اللي عامله، حتى اللغه العربيه مش تحشمه منها. وبعدين اللي خرجناهم من الباب رجعوا من الشباك، ها بجمعه جابهم لنا من جديد. انا قالوا لي انا ما نعرف حد راه، انا كنت برا في العراق. اما طردناهم جبتهم انت من تالي والدويو باهي. اسمعوا نقول لكم الشعب التونسي ثار راهو سرقة الثورة نتاع علي بن غداهم ومتاع. ونحتج على المجلس امس حتى البوعزيزي مسكين ما ذكروش اسمه وهو اللي عمل ثورة، وانطلقت صحيح هي من حوض المنجمي ومن دوز ومن جميع المناطق، لكن الثورة الحقيقية انطلقت بحرقان البوعزيزي الشهيد، انا احسبه كذلك عبد الله، وما ذكرتوش حتى بالاسم لان حقرة، لان من بوزيد من مناطق الداخل. اسمعوا الكل الوزراء، انا تصوت ضدكم راه من تو باش نبدو واضحين، انا نعرف فيكم زوز، نعرف سي بن جمعة وسي بن جد والاخرين الكل والله ما نعرفكم بصراحة راه فهمتوا. وثم بنيه قال لي مشت الفلسطيني المحتل ياخذك ياخذ يا كبدي اسرائيل، ياخذك ياخذ يا كبدي اي الاسرائيل اي الاسرائيل الفلسطيني المحتله، ما ثمش اسرائيل انا مش معترف بها، اعترف كان فلسطين محتله انا والله يا بنتي. هاي طبعت النقفة ما كنت احكي معك، كان مشيت حق بنيتي هزي كلاصيرك وروابتك وخرجي. انا اقول لك من تو من قبلك مش هك سيد سيد سي سي سيبو جمعه، انت رئيس الوزراء الجديد ورئيس الحكومه، رغم الرئيس سبقه خطيره هذه في تونس راهو والله سبقه خطيره، لان ما لا حكومه انتخابات ولا عملنا احنا النواب، انتم فرضكم من برا قالوا لنا الحوار، حتى مبكر كلمتك ما عجبتنيش الحوار، ارجعوا للحوار، احنا الاعراف نتاعك مش الحوار راهو، ما لا انت تحتاجنا تجي تاخذ اصواتنا وتقول هنا ما يجيش هكا اصلا، ثم احترموا مؤسسات الدوله. انا واحد من الناس مقتنع اني القائد الاعلى لاعلى القوات المسلحه، شنو رايك؟ اما زملائي الله غالب مش عارفين الدستور ايش يقول، زملائي الله غالب عليهم، يمشي الوزير مسكين يقول له عندك موعد يروح، لا من هكا كي يجيكم نايب والله، وما تقول لهم مش تصيروا مش يقولوا تقول لهم كي يجيكم نايب ما تقبلوش، انا واحد من الناس تندور عليكم، واي مواطن يجيني عنده ملف تقبلوه انتم والديوان بتاعكم فهمتوا، مش تقعدوا تشربوا العصير والقهوه ومطفين قال شنو قال هاني وزير، هذا انا مش نسب فيكم راهوني، اما اخدموا شعبكم. ولكان رفعتوا على فكره ما تتعمل شيء في 9 شهور عضونا راه كان نحيت الزبله من تونس يسمى سلكتها انت وجماعتك، انا اقول لك يعني لا تتعمل شيء، عارفينها اللي قالوا قدامك قالوا قبلك ما عملوا شيء، قالوا قبلك الوزراء ما عملوا شيء، فما انا اكلم فيك بلسان الشعب التونسي الزوالي، اكل يكذبوا انه لا من دواعي سروري ما يهمونيش، انا بالفلاقي الناس جاعت يا سي المهدي يا سيد رئيس الحكومه، الناس جواعه، وقت اللي عملوا ثوره كانت الحراره عظام 300 فرنك تو ب 800 فرنك، انت من هنا والساده الوزراء تتكلم وتقولوا خطاب وتمشي تضربوها بلا ب 100,000 الوتي، هم يبقوا حتى العظام ما ثمش، فيهديكم ربي كانت تخدموا الناس وتتعطوا للزوالي خبزه اهلا وسهلا، غير هذا والله انا ما نبقى لكم كالشوكه في الحلقه انا، والمره الجايه من الجاي هزوا احدكم الكراسي انا معني فيها، ما لقيت فيها ما يعجب اصلا هي كراسي انا، الناس كل ميته عليها كانني كرهتها والله العظيم فهمت، اما ما دامني هنا السلطه العليا في البلاد وتعملوا شكرا سيد النائب.